خلي لي بالك يمي وتعال خلي نشوف الفيديو. الأجواء حارة وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة يسبب لي هواية أمراض عند الحمام، لأن راح يزيد الجهد الحراري عند الحمام مما يؤدي إلى سرعة تدفق سريان الدم، وسرعة تدفق سريان الدم راح تسبب لي تجلطات دماغية. بالليل الحمام ما بيشي ثاني يوم انه الحمام بداية صورة او بداية نيوكاسل. اضافة الى ذلك انه الحمام بارتفاع درجات الحرارة راح يبتعد عن الاكل وراح يلتجئ بس الى شرب المي. فانه انا لازم احافظ على درجات الحرارة او اوازن درجة الحرارة عند الحمام. شلون راح اوازنها؟ بربع دينار اسبرين مال اطفال. شلون راح تكون طريقة الاستخدام؟ طريقة الاستخدام هي انه على كل لتر مي اني اخلي حباية واحدة. تريد تخليها مباشرة وتذوب برا 10 دقائق وتبدي تنطي للحمام، او انه انت تسويها على شكل مسحوق، يعني تطحن الحباية وتضيفها، لكن مثل ما قلت لك على كل لتر حباية واحدة حتى تنطي للحمام وتحافظ على درجة الحرارة مالته. وهاي تستخدم كل 3 ايام، كل 3 ايام استخدم هاي الطريقة.